السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، نحن الآن في طريقنا إلى أحد الأماكن الجذابة والسياحية التي تستقطب الزوار والسياح الذين يأتون إلى مدينة آخن تحديدا والحدود الهولندية الألمانية البلجيكية. متوجهين الآن نحو نقطة التقاء الحدود الثلاثة بين ألمانيا وهولندا وأيضا بلجيكا. المسافة التي قطعناها بوسط المدينة تقريبا إلى النقطة المقصودة تصل حوالي 5 كيلو، قطعنا أكثر من ثلثي هذه المسافة ولم يبقى أمامنا الآن إلا حوالي تقريبا 20 دقيقة إلى نصل إلى وجهتنا. هذا هو ملخص ما قمنا به من بداية خروجنا من الفندق حتى هذه النقطة. ألقاكم عند النقطة الحدودية، فإلى هناك. كما أخبرناكم أعزائي المتتبعين، نحن الآن في طريقنا إلى النقطة التي تلتقي فيها الحدود الثلاثة ألمانيا هولندا وبلجيكا. تقريبا أكثر من نصف المسافة الآن نقطعها وسط الطبيعة الخلابة، حيث الأشجار والأعشاب والغابات بمعنى آخر تلفنا تقريبا من جميع الاتجاهات. نشاهد أيضا أحيانا هناك بعض البيوت المتناثرة بين هنا وهناك في هذه الحقول الخضراء الجميلة. نشاهد من هذه النقطة بعض طواحين الهواء التي تبدو صغيرة من هذا المكان. هذه الطواحين طبعا هي موجودة بشكل كبير في كل المدن الألمانية، تستخدم في توليد الطاقة وهي إحدى وسائل الطاقة البديلة والنظيفة. متابع المسير، لم يبقى إلا القليل جدا، حوالي من 10 إلى 15 دقيقة ونصل إلى الوجهة المقصودة. أعزائي المتابعين والمشاهدين، دخلنا إلى إحدى الغابات طبعا فقط لنستشعر هذا المنظر الرباني الطبيعي. ما شاء الله الأشجار الضخمة العملاقة تحيط فينا من كل اتجاه. قد يضيع الإنسان هنا الذي لا يعرف هذه المنطقة ويدخل إلى مثل هذا النوع من الغابات، ربما لم تكن هناك إشارات داعمة للطريق المخصص، ربما الإنسان يضيع فعلا داخل هذه الغابة الكثيفة. ولكن هو شعور فعلا شعور جميل جدا أن ندخل مثل هذا المكان الطبيعي الجميل الخلاب. نتابع الرحلة متوجهين نحو الحدود أو نقطة التقاء. هدوء عام وشامل، إذا ما استثنينا زقزقة العصافير وحفيف أوراق الأشجار في هذه الغابة، وبعض خطوات طبعا المترجلين الذين يقضون يوم الأحد في المسير والتنزه وسط الطبيعة. نتابع معكم المسير، ولكن هنا أحب أن أنوه بأننا في آخر 10 دقائق، ما زلنا الآن حوالي على بعد 10 دقائق من وجهتنا، لكننا تقريبا واجهنا بعض الصعوبات حيث هذه الأشجار والغابة الكثيفة ضيعتنا بعض الشيء، ولم نستطع التركيز على جهاز الجي بي إس، ولكن الحمد لله أخيرا عدنا إلى نفس الطريق المحدد. نتابع الرحلة، بدأنا أيضا نشاهد بعض العلامات والإشارات حول بعض ما يوجد في هذه الغابة. هنا يبدو على ما يبدو هذا منظار لتكبير، وهذا بعض الملاحظات على بعض ربما الحيوانات والكائنات الحية سواء كانت نباتية أو حيوانية موجودة في هذه الغابة، بعض النصائح والإرشادات، لوحة إرشادية أخرى على بعض الكائنات الحية، أنواع من الطيور وأيضا حيوان ضخم. هذه اللوحة مكتوبة به
تقريبا بثلاث لغات، هي الهولندية والألمانية وعلى ما يبدو الفرنسية، واحدة اللغات المتحدث بها في بلجيكا. سبع دقائق فصل تفصلنا على النقطة المقصودة. نتابع المزيد ونرى المزيد من الإشارات من هنا، ونستطيع أن نشاهد تقريبا الأعلام، أعلام الدول الثلاث. نقترب شيئا فشيئا، في صعوبة طبعا قليلا في الصعود داخل هذه الغابة. شاهد الأعلام، نتجه يسارا الآن. فعلا كثير من الناس ينزلون الآن، وبعضهم في طريقه صعودا. تلك هي أعلام الدول الثلاث، لم يبقى إلا القليل جدا للوصول. خمس دقائق تقريبا فقط تفصلنا عن الهدف الذي قطعنا من أجله حوالي 5 كيلومتر، ولكن من وجهة نظري الشخصية هؤلاء الذين يحبون هذا النوع من المغامرات والمشي على الأقدام سيستمتعون كثيرا كما استمتعت فعلا. سيكون هناك بعض التعب المصاحب، ولكن كما يقال أحيانا تجربة تستحق المغامرة. اقتربنا من الوجهة المقصودة الآن، وبعد الولوج إلى هذه الغابة الكثيفة نجد الآن أنفسنا في أحد المرتفعات المحاط بالأشجار وأيضا بالبشر، مجموعة من الألعاب، مطاعم، ونشاهد الأعلام. طبعا نشاهد أمامنا طبعا المقاهي والمطاعم التي تعرض الخدمات، كما نشاهد أيضا أعلام الدول الثلاث مرفوعة في معظم أنحاء هذا المرتفع. ألعاب أيضا مخصصة للأطفال. اليوم يصادف طبعا يوم أحد، وهو العطلة الأسبوعية في هذه الدول طبعا، وصادف أيضا بأن الطقس مشمس وجميل جدا، وبالتالي نشاهد هذا المكان مكتظ طبعا. أحبائي وأعزائي المتابعين والمشاهدين، وصلنا الآن إلى الهدف المقصود بعد أن قطعنا حوالي 5 كيلومترات من وسط المدينة. الآن نقف في النقطة الحدودية التي تلتقي فيها الحدود الألمانية مع الهولندية ومع البلجيكية. كما تشاهدون الأعلام التي من خلفي، هناك العلم الألماني ويدل على تلك الأراضي هي أراضي ألمانية، ونحن كنا قد أتينا من تلك الجهة، بينما هذا العلم هو العلم الهولندي، فالجزء الذي أمامي من هنا هو الجزء الهولندي، بينما العلم الآخر هو العلم البلجيكي، حيث تشاهدون من خلفه البرج. البرج يقع في الأراضي البلجيكية، وهو أحد الوجهات التي سنقصدها خلال تجوالنا في هذه المنطقة التي يقتض فيها الزوار والسياح والناس من ألمانيا وهولندا أيضا وبلجيكا للقدوم إلى هذا المكان المرتفع نسبيا للاستمتاع بالنشاطات الموجودة هنا وبمحاولة استشعار هذه اللحظات الجميلة التي أستشعر بها الآن. فأتمنى أن تقضوا معنا وقت ممتع لتكملة باقي ما تبقى من هذا التقرير.
ما زلنا نتجول في النقطة الحدودية بين ألمانيا وهولندا وبلجيكا. اشترينا تذكرة بقيمة 5 يورو للدخول إلى هذه المتاهة الموجودة في الجزء الهولندي. نشاهد التاج، طبعا تاج الملك الهولندي. متاهة مصنوعة من الأشجار فعلا للوصول إلى نقطة الوسط أو نقطة المركز، ليس بالأمر السهل. فهناك عديد من الطرق مسدودة، وعلى الإنسان أن يحاول أن يجد الطريق طبعا بأقصى سرعة. يبدو الأمر قريب جدا بالنسبة لهذه المنصة، ولكن ليس بهذه السهولة. علامات التعب تبدو واضحة على الزوار هنا. نمر من تحت المنصة، ولكن الأمر ليس بالسهولة كما أخبرتكم. لاحظوا هذه الأبواب الموصدة، كما أخبرتكم كنا قريبين جدا من التاج الظاهر أمامنا، ولكن الآن ابتعدنا عنه. علينا الرجوع إلى من حيث أتينا. علينا الآن الانتظار حتى تكف المياه، والآن لنجتاز. وأخيرا وصلت إلى المكان، هذا هو الدرج المؤدي إلى أعلى. وأخيرا عثرنا. على ما كنا نبحث عن، أو على أقل أحد الأهداف الذي كنا نبحث عنه. لاحظوا المتاهة من فوق. ولاحظوا الناس وهم يحاولون أن يجدوا ضالتهم كما كنا نعاني نحن الآن. جزء أيضا الذي على يسارنا، لاحظوا المتاهة. خارج هذه المتاهة نشاهد الناس في نزهة، بعضهم أيضا يحاول الاستلقاء. هناك الجزء الآخر أيضا، منصة أخرى نراها قريبة وهي بعيدة جدا. للوصول إليها علينا الولوج مرة أخرى في داخل هذه المتاهة، ولكن سنحاول العثور على هذا مركز هذه المتاهة، حيث التاج الملكي الهولندي. تلك هي الآن هدفنا الثاني الذي سنحاول الوصول إليه، وهو مركز هذه المتاهة. البرج الذي تشاهدونه من الآن هو يقع في الأراضي البلجيكية. الآن سننزل لنتوجه ونبحث عن مركز هذه المتاهة. أتمنى أن نجدها في وقت أسرع من الوقت الذي استهلكناه في الوصول إلى المنصة الأولى. علينا الانتظار حتى تتوقف هذه المياه، ومن ثم نجتاز. بعضهم جريء ليحاول أن يجتازها بينما المياه ما زالت موجودة. تذكرني هذه المتاهة ببرنامج الحصن، حيث على المغامرين أن يجتازوا الصعوبات والعقبات الواحدة تلو الأخرى. الآن نجتاز. يوب. أعزائي المتابعين، كنا قد وصلنا تلك المنصة، وكان أملنا أن نصل إلى مركز هذه المتاهة، ولكننا عوضا على ذلك وصلنا إلى المنصة الثانية.
التي لم تكن هدفا بالنسبة لنا، حيث من هذه المنصة نستطيع أن نرى البرج الموجود في الأراضي البلجيكية أكثر وضوحا. من هنا نشاهد أيضا المقاهي والمطاعم الموجودة خارج هذه المتاهة. الزوار والناس لا يزالون يبحثون عن ضالتهم داخل هذه المتاهة، فعلا صعبة الوصول. الآن وجهتنا التالية، سنحاول الوصول إلى مركز المدينة، ولكن إن وصلنا عوض عن ذلك لبوابة الخروج فسنكون أيضا مرتاحين، لأننا لا نستطيع أن نستهلك المزيد من الوقت للوصول إلى تلك أو ذلك المركز وسط هذه المتاهة المعقدة جدا. وأخيرا تمكننا من وصول إلى نقطة النهاية أو نقطة المنتصف، حيث مركز هذه المتاهة. بصعوبة جدا تمكننا من الوصول، فعلا تقريبا أول وأغرب متاهة قم بتجربتها، فعلا تستحق المغامرة. الآن سنصعد إلى الأعلى. نحن الآن في مركز هذه المتاهة، على يميننا نشاهد المنصة الأولى التي صعدناها، نشاهد على يسارنا المنصة الثانية التي صعدناها أيضا. أخيرا تمكننا من الوصول إلى منتصف هذه المتاهة، والآن الأمر الصعب الذي سيكون في انتظارنا هو الخروج من هذه المتاهة. على فكرة هناك أيضا متاهة ثالثة، لا أستطيع الجزم بأننا سنتمكن من الوصول إليها، ولكن الأمر لا يعني الكثير الآن باعتبار أننا وصلنا إلى منتصف أو مركز هذه المتاهة. بعد أن خضنا تجربة المتاهة في الجانب الهولندي، الآن سنخوض تجربة الصعود إلى هذا البرج الموجود في الأراضي البلجيكية، وهو آخر نشاط سنقوم به في هذه المنطقة الحدودية الجميلة. اشترينا من شباك التذاكر قبل لحظات قليلة جدا تذكرة الصعود إلى البرج بقيمة 3.5 يورو، وهي قيمة معقولة جدا. نشاهد الآن بعض شروحات والأعلام أيضا العالم الألماني والهولندي والبلجيكي. أمامنا خياران الصعود، إما استعمال المصعد وإما الصعود عبر السلالم. شخصيا أفضل الصعود عبر السلالم، ولذلك للاستمتاع أكثر بالمناطق المحيطة. فإلى هناك أعزائي المتابعين، وصلنا إلى الطبقة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة من البرج، حيث نشاهد أمامنا اللوحة التي تقول دوتشلاند أي ألمانيا، بمعنى أن هذا الجزء من هذا البرج الذي نراه الآن أمامنا يعود إلى الأراضي الألمانية وتحديدا مدينة آخن. وأما هذه اللوحة فتقول نيدرلاند، والذي تعني هولندا. هذه الأراضي إذن هي الأراضي الهولندية، بينما هذه اللوحة تشير إلى دولة بلجيكيا. إذن هذه الأراضي البلجيكية. بينما هذه هي الأراضي الهولندية، ولو نستطيع التركيز قليلا نشاهد تلك المتاهة التي كنا قد دخلناها قبل دقائق. بينما هذه هي الأراضي الألمانية. نشاهد طواحين الهواء. فعلا شعور جميل ورائع في هذا العلو، حوالي 50 متر من على مستوى الأرض. نشاهد هذه الخضرة التي تحيط بنا من كل الاتجاهات في كل الأراضي الهولندية والألمانية والبلجيكية. الآن سنصعد إلى آخر طبقة من هذا البرج. نحن الآن في آخر طبقة من البرج الموجود في النقطة الحدودية.
فعلا هذه الغابات الكثيفة منظر ولا أروع من هذا الارتفاع في كل تقريبا في كل الدول الثلاث أصلا، أو تحديدا في الدول الثلاث هذه الخضرة والمناظر الخلابة. تظهر أمامنا اللوحة التي تقول هولندا، ألمانيا، تحديدا مدينة آخن، بلجيكا، وأقرب البلدات والمدن القريبة من هذه الحدود. ارتفاع 50 متر على مستوى سطح الأرض في هذا البرج في المنطقة الحدودية التي تفصل بين ألمانيا وهولندا وبلجيكا. على هذا الارتفاع نستمتع بمشاهدة هذه المناظر الخلابة والغابات تقريبا تحيط بنا من جميع الجهات، الجزء الهولندي والجزء الألماني وأيضا الجزء البلجيكي. الغابات فعلا جميلة جدا، وربما الإنسان يستطيع أن يعبر أكثر في هذا الارتفاع والمناظر الطبيعية التي فيه من جميع الاتجاهات. هكذا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية فرصة وفكرة عامة على هذه المنطقة الحدودية من بداية الرحلة إلى أن وصلنا إلى هذه المنطقة. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم كثيرا بهذه الجولة الجميلة. كان معكم بشير بركة، تدير الفاصلة بين هولندا وبلجيكا وألمانيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.